هلا طلاب السادس العلمي. اليوم طبعا عندنا سؤال جديد ثاني وهو من الأسئلة الإثرائية. نقصد بالإثرائية اللي هي ما موجودة بالمنهج، يعني ما موجودة بالكتاب ولا جاية بالامتحان الوزاري، لأنه لما تيجي بالامتحان الوزاري احنا نسميها أسئلة وزارية، وإذا موجودة بالكتاب فنقول احنا أسئلة من الكتاب. فسؤال إثرائي يعني فكرته مو غريبة، يعني ممكن تنحل، الكتاب متطرق إلها، لكنه السؤال شوية بي مثل ما يقولون ربط بين أكثر من موضوع. المهم طلابي، السؤال يقول إذا كان أي زائد 4 زائد بي آي، هذا عدد مركب، وعدد مركب ثاني اسمه بي ناقص 2 زائد أي آي، هذول العددين المركبين قال هما جذراء المعادلة، يعني هذول الاثنين هم نفسهم جذور المعادلة هاي، يعني هم نفسهم حلول المعادلة هاي. ماشي، هذا وهذا هم نفسهم جذور المعادلة التربيعية التالية. شنو المطلوب مني؟ المطلوب مني ألقى الأي والبي والإتش والكي، الأي والبي اللي موجودين هنا والإتش والكي اللي موجودين بالمعادلة. طبعا طلابي كلنا نتذكر موضوع المعادلة التربيعية، موضوع بسيط وسهل صح؟ كلكم تقولوني والله أستاذ الموضوع كنا نعرفه، وكنا نعرف أنه موضوع المعادلة التربيعية من المواضيع السهلة، ونعرف أنه المعادلة التربيعية عندها جذور اثنين، فعلا عندها جذور اثنين، هذا واحد وهذا واحد. اللي نعرفه احنا أنه جذور المعادلة هم قد يكون مترافقان، أحيانا جذراء المعادلة يكون مترافقان، حتى إحنا قبل لما كنا نكون المعادلة التربيعية أحيانا الجذران مالات المعادلة التربيعية أحيانا مترافقان وأحيانا أخرى الجذران غير مترافقان. هسا إحنا بالخطوة رقم واحد لازم نتأكد هل جذراء المعادلة مترافقان لو غير مترافقان. إذا بالبداية يجب أن نحدد الجذور، يجب أن نحدد جذور المعادلة، هل مترافقان، طبعا هذا الحكي عام حتى بالمواضيع القديمة، أم غير مترافقان. لازم بالبداية نشوفهم هل الجذور مترافقة أم غير مترافقة. شلون أعرف إذا الجذران مترافقان أو لا؟ طبعا ما راح يبينون عندي لأنه بيهم مجاهيل، فحتى لو أبقى باوع عليهم منا الباكر الصبح هم ما راح أعرفهم مترافقان لو لا. أجي على المعادلة التربيعية أشوف هل المعادلة التربيعية تحتوي على آي؟ إذا لا تحتوي على آي ولا بها آي. يا بدور زين أخاف أكو آي خاتلة في مكان ما جاي يشوفها، تقول لا والله أستاذ هاي ضربت فرة منا هيك جيت رحت منا فتشتها تفتيش ما لقيت بها آي. زين الاتش والكي هل هما ينتمون الار؟ نعم استاذ ينتمون الار. اذا بما ان خل اكتبها لكم حتى كلش تفهمون السؤال، بما ان بس هاي غير بما ان خلينا نعدلها، بما ان المعادلة ذات معاملات حقيقية، ما دام المعادلة ما بيها اي ذات معاملات حقيقية إذن الجذران مترافقان. جذران شبيهم مترافقان. طبعا هسه واحد يقول استاذ بس هو ما قال لك ذات معاملات حقيقية، ما يحتاج يقول لي لأنه المعادلة واضح جدا انه هي ما تحتوي على اي. وبالنسبة للمجاهيل اخاف انتو خايفين من الاتش والكي، الاتش والكي هو كاتب لي عليهم ينتمون الار، بعد من شنو خايفين؟ اذا المعادلة اقسم عليها انه هي ذات معاملات حقيقية والجذران مالتها مترافقان. وبما ان الجذران مترافقان خلي مثلا واحد من عندهما اعتبره ام، هذا مثلا، والثاني اعتبره ام على سبيل المثال يعني. اوكي، ذول جذور المعادلة، هذا الجذر الاول الام وهذا الجذر الثاني الام. لما يقول لي مترافقان هذا وين يرجعك؟ تقول لي استاذ يرجعني الموضوع التساوي مال الاعداد المركبة، لأن إذا كان عندي العددان المركبان مترافقان
أني ممكن أحولهم إلى متساويان مترافقان. يعني شنو؟ يعني مثلا واحد M والثاني M فتحة مترافقان، يعني واحد X والثاني X فتحة مترافقان، يعني واحد Z والثاني Z فتحة. فإذا هذا اعتبرناه Z وهذا اعتبرناه Z فتحة بناء على الحكي ماله، لأن إحنا هسه اعتبرنا الجذران مترافقان، والجذران المترافقان يعني واحد زيت واحد زيت فتحة، أو بالعكس هذا زيت فتحة وهذا زيت. أنا هسه أريد أحولهم إلى متساويان، شلون أحول الجذران المترافقان إلى متساويان؟ أخلي فتحة على واحد من عندهم، فهذا نزلته، هذا راح أخلي عليه فتحة، يصير A زائد 4 زائد BR. ها ذولي هسه تساووا. ليش؟ لأنه أنا مجرد ما خليت فتحة على هذا، الفتحة اللي خليتها حولت لي هاي الزد فتحة إلى زد، فصاروا متساويان. ماشي حبايبي، خلوه ببالكم، أخاف ينطيكم عددان مترافقان، يعني واحد واحد زد فتحة، تخلي فتحة على واحد من عندهم وتتحول عملية المترافقان يتحولن إلى متساويان. بعد بكيفك، تخلي الفتحة هنا تخليها هنا بكيفك، أنا خليتها على هذا. زين، B ناقص 2 زائد AI من هنا عندي A زائد 4 تنزل، هاي الفتحة تروح، نغير إشارة الجزء التخيلي. هسه نجي نطبق خاصية التساوي، الحقيقي يساوي الحقيقي. من هنا عندي B ناقص 2 من هناك عندي A زائد 4، راح أعوف البي من هنا، هاي السالب 2 أنقلها منا، حتصير A سالب 2 تيجي منا تصير موجب 2 ويا الموجب 4 موجب 6، هاي معادلة أولى، تخيلي يساوي التخيلي. منا عندي A ومناك عندي سالب B، هاي المعادلة رقم 2، نعوضها بالمعادلة الأولى، بدال الA نعوض سالب B، يعني هاي B تنزل، هاي الاي راح اخلي بدالها سالب بي زائد 6، جبتها منا راح تصير بي زائد بي يساوي 6، اجمعهم راح يصير 2 بي يساوي 6، اذن البي تساوي 3. هاي قيمة المجهول الاول لقيناه، نعوضها بالمعادلة رقم 2 هنا، او ليش هنا، يلا كيفك، يلا هنا. إذن A يساوي سالب ينزل، البي عندي 3، إذن سالب 3. هاي هسه أنا لقيت الـ A والـ B، الـ A والـ B ذولي أرجعهم هنا للمكاناتهم حتى يصيرن عندي جذور المعادلة، فالـ M راح يصير B 3، 3 ناقص 2 يعني 1 زائد الـ A، إيش قد عندي سالب 3 يعني 1 ناقص 3 آي، هذا بالنسبة للام. الال ايش قد راح يطلع عندي؟ الاي عندي سالب 3، سالب 3 زائد 4 يعني 1، البي عندي 3 فراح يصير موجب 3. اذا هسه انا عندي جذور المعادلة وبالفعل مترافقان، واحد من عندهم 1 زائد 3 اي والثاني 1 ناقص 3 اي. هسه ارجع للمعادلة التربيعية، طبعا بس قبل لا ارجع للمعادله التربيعيه خليني القى مجموع الجذران اجمعهم، يعني شنو هسه راح اقول لك. طبعا اني هسه راح اجمع الجذرين طلع 2 وحاصل ضربهم ام في ال، راح يصير عندي 1 ناقص 3 اي في 1 زائد 3 اي، يعني مترافقان 1 زائد 9 يعني 10، لأن مترافقان طبقنا القاعدة السريعة. نرجع للمعادلة التربيعية، هاي قدامكم أرتبها بالبداية، أقسم على 4، فلما أقسم على 4 شنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي X تربيع وحدها، منها راح يصير عندي H على 4 X، ومنها يصير عندي K على 4. هاي المعادلة التربيعية رتبنا زين. هسه هاي المعادلة التربيعية الـ H زائد هاي هنا الـ H، طبعا أنا شوية اختصرت اليوم، الـ H على 4، هاي الـ H على 4
يعتبر مجموع الجذرين، يعتبرون الاثنين وسطين بطرفين، إذن h يساوي 2 في 4 8. تمام. وبالنسبة لهذا العدد، هذا k على 4 يعتبر حاصل ضرب الجذرين، أكيد أنتم تعرفون حاصل ضرب الجذرين عندي 10 وسطين بطرفين، إذن k يساوي 4 في 10 40. وهالشكل حلينا السؤال. عيده أكثر من مرة إذا ما افتهمته، بس هو ربط يعني بين خلينا نقول موضوع المترافقان، استفادينا من عندهم، طلعنا الاي والبي، بعدين صار عندي جذور المعادله وصار فد شيء بسيط وسهل، وحالين اصلا هيك اسئله احنا بشرحنا المفصل.